أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. سلام الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جسدتها يا بوفاء يصدق، كانت الإخلاص فيما قدمت فغدت فاتحة لا ما تغلق. إنها صدقت الرؤيا، فمن أنجبتهم مثلها قد صدقوا. يقول ولدت بدرا تلته أنجم فأحاطتهم كشمس تشرق، طالما أوصتهم كونوا له خدما. ياه مستعد الليلة، مو قاضية الحوائج أم البنين؟ أي والله أحب الناس إلى قلوب آل محمد عليهم السلام. قال طالما أوصتهم كونوا له خدما، إن تخدموه يرتقوا يقول قالت جعفر للسبط قبل أرضه يا يم. توصى بنها الكبير غير العباس إلى وصية خاصة تبدي من الثاني الأكبر الثاني، تقل جعفر يا جعفر للسبط قبل أرضه، يا عون إن يأمر فأنت الآية،
تقوم يا تقل لي اطرق الهامة عبد الله يما عنده الاملاك طر تطرق يا ابا الفضل غدا في كربلاء السل القمر ايد قل في كربلاء فليحدث عن فداك البايه اعلى 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 لم البنين يا رقو يا بعد تقل لي امه يا ابا الفضل غدا في كربلاء فليحدث عن فداك البيرق ليتها في يوم عاشورا رأت رأسه الأعظم غدرا يفرق يقول صاحت اجت ام البنين بعين سجابة جايت ام البنين بعين سجابة لبو السجاد وتعلقت برشابة يا بعد اهل تقل ريض بهونك يا يما بهونك لا تستعجل على السير بضعونك يا من فدوى الوجود يروح لعيونك يا نور العين عين عليك روح عليك مرتايب عليك وغدا قلبي لوم اي والله يلوم يوم قالت احلى سنين عمري واجمل ايامك اسمع شو تقول بالله هاي الوفيه تقول لي يما احلى سنين عمري واجمل ايامك يا ايام قالت ايام يوما جيتكم للبيت خدامة يا وليد ابر ذمتي خل ارفع الهامة وانا هاليوم ادري وحايا يا اسبح سابة يقول أحد الخطباء وهو من الشعراء والأدباء رحمة الله عليه الشيخ محمد سعيد المنصوري يقول أنا وجماعة من الحجاج على قبر أم البنين سلام الله عليها قبل المناسك يقول زائرين قبر أم البنين بالبقيع نظرولي قالوا شاعر وخطيب أنت وهذا قبر أم البنين المهدو ش تقلها ش تحكي وياها يقول سألتها قلت خل أسألها أقلها يا أم البنين البتش الدموع الحارة للحسين لو لأولادك خلنا نشوفها ش تقول قال فارتجلت على قبرها قلت يلجيت لعد قبر تزوروني يلجيت لعد قبر تزوروني وعن حزني على الأولاد تنشدوني أنا شلون ما أبكي الفقد عباس وبيوم الطفوف انشال بيه الراس وما أبكي على أخوته شلون أنا يا ناس وهم روحي ودليل وقرة عيوني قليت من قل الناعي قضوا كلهم ضحايا وجعفر ابن تشان أولهم ش قالت للوفية قالت لفدوى للسبط قتل الولد خلهم يرحون وابو السجاد مضموني
بس قصدي يظل حسين والديوان بيعمر ويرفع وحشة الخوان. قال حسين راح وبقى على التربان على التربان. اي والله جسمه والخبر زيدني ونيني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. على حب محمد وأهل بيته الطاهرين، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. أيها الأحباب، قيل في الحكمة: لو علم الناس كيف خلق آدم ما اختلف منهم رجلان. لأهمية موضوع خلق آدم، تقريبا كل ما يحتاجه الإنسان من معرفة اختزل واختصر ولملم في هذه القصة. سبحان الله، قصة خلق آدم. شوفوا هذه الآية اللي الآن رتلتها الآن، هي جزء، ليس كل الصورة، لا، جزء من الذي تناوله القرآن الكريم. اعطيني الصوت، جزاك الله خير، ارفع الصوت، السماعات ما جاي اسمع. الله يبارك فيك، منع الصوت. جزء بسيط جدا، جزء بسيط جدا من قصة آدم. تعال شوف كم محور تناولت هذه الآية المباركة بصورة سريعة، وأرجع إلى موضوعنا. يعني أولا قال: وإذ قال ربك للملائكة. ليش قال للملائكة؟ يعني هو الخليفة الذي سيخلقه الله، سيجعله الله عز وجل في الأرض. الملائكة شلهم علاقة؟ سكان السماوات شلهم علاقة؟ زين، خليفة في الأرض اللي هي حبة رمل، شو تصير يعني في هذا الكون الشاسع؟ شو تصير يعني لو يشوفونها لو ما يشوفونها؟ هيك أقول مجازا، يعني صغيرة جدا، ضئيلة جدا، مجرة واحدة اللي هي مجرة درب التبانة، 400 مليار نجم مجرتنا. زين، 400 مليار، بس خلي الرقم عيد ببالك وتخيل العدد، 400 مليار نجم، كل نجم ربما أكبر من الشمس بكذا ألف مرة. زين، واحد من النجوم هاي الشمس، وإحنا ندور حولها 9 أو أقل أو أكثر كواكب دورا حول الشمس، مجموعة الشمسية، وإلا مثل هاي الشمس، وما شاء الله 400 مليار نجم بس مجرتنا. زين، كم مجرة أكو؟ لا عد ولا حصر لها. زين، فالله عز وجل شحن الكون هذا اللي ما تعرف إيش قد نهايته، وين ينتهي ما ندري. إيش العلم الحديث قال إنه اللي قابل للرصد 94 مليار سنة ضوئية. زين، لا شيء هذا الرقم قياسا بما أخبرتنا به روايات أهل البيت عليهم السلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السماء الثانية للأولى كالحلقة إلى الصحراء حجمها. شون هاي الحلقة الآن ترميها في صحراء سيناء مثلا، شنو قيمتها؟ يقول هاي السماء الأولى بالنسبة للثانية مثل هذه الحلقة إلى الصحراء، والثانية إلى الثالثة كحلقة في فلات، والثالثة إلى الرابعة، وهكذا يعدد ثمانيتهن، سبعة العفو، سبعة ثم الثامن العرش. قال: والسبعة مجتمعة بالعرش كحلقة إلى صحراء. ملتفت شلون؟ والله واسع عليم.
والله واسع عليم. ادرك هاي العبارة شو يقول، والله واسع عليم. شنو هالسعة وشنو هالعلم اللي يدير كل هذا؟ بكون فيكون، بكون فيكون. فتجي يعني وين حجم الأرض يعني؟ بس التفتوا لي إخواني هنا شاهد، إحنا وين يجي حجم الأرض بالنسبة لكل هذا الكون الشاسع؟ وإذا الباري تبارك وتعالى يفاجئ ملائكة كلهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني ولا واحد استثني، كلهم طبعا إلا إبليس من الجن، رجال مو ما مشمول بالش اسمه، ويا الملائكة نعم عاشوا ياهم بس هو مو من جنسهم، هو جن كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته والآخرين. المهم فأجمعون كل الملائكة سجدوا، ملائكة السماوات كلهم سجدوا لآدم. هم عندهم هذا السؤال، أنا أقول عندنا هذا السؤال، هذا الإلفات، إلفات النظر، الخليفة لأهل الأرض، أهل السماوات شنو المناسبة يسجدون له؟ صحيح لو لا؟ الوجه إخواني بعض العلماء قرأت ذاكرة يقول الوجه واضح جدا، أن هذا الخليفة على الأرض هو حجة الله على الخلق أجمعين، لأن سجدوا تتضمن الخضوع، السجود معناه الخضوع، اخضعوا لآدم، سلطتكم جوا سلطة آدم، الخليفة يعني مو أقصد شخص آدم بس، لا الخليفة الله، حجة الله في الأرض. فيا ملائكة السماوات كلكم أجمعون اسجدوا اخضعوا لخليفة الأرض آدم. عجيب حقيقة هذا المعنى، كلش عجيب. إذن وإذ قال ربك للملائكة، زين إني جاعل، هاي إني جاعل، من أول الخليقة، من أول النشأة الله عز وجل يخبر بالصراحة أن الجعل للخليفة بيده لا بيد الخلق. سألني مرة واحد قال تقول في شورى بينهم، ها جاي يقول رب العالمين وأمرهم شورى بينهم، فتشاوروا وطلعوا خلفاء السقيفة، يصير لو ما يصير؟ لا ما يصير. ليش؟ الآية واضحة تقول وأمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم، الخلافة أمرهم لو أمر الله. عاد هنا دخلنا نقاش بعد، اثبت أنها أمرهم صير يشاورون ينتخبون خليفة، إذا أثبتت لك أن الخلافة خلافة الله أمر الله، ما داخل بأمرهم وأمرهم شورى بينهم، ما داخل خارج تخصصا، تمام لو لا أخواني ويا أنتم. من أول آية الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ملتفتين؟ جعل للخليفة بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح جدا يعني في الأدبيات السياسية احنا هم الشكل نتعامل، النائب يختار الرئيس، الرئيس هو يختار النائب، سكرتار هو يختار المدير، يختار سكرتار. ليش؟ لأن هذا الوجه يمثله، إذا أخطأ السكرتار تنحسب على المدير، زين؟ فإذا أجينا اختارينا للمدير سكرتارية وأخطأت السكرتارية، المدير يقول عمي أنا ما مختارها، أنتوا هاي صوتكم أنتوا شو أسوي لكم يعني؟ ما نقبل. فلذلك ماكو في الأدبيات العامة السياسية الاجتماعية أن المدير إحنا نختار للسكرتار الوجه الممثل إليه، للأسف الشديد بس مع رب العالمين نقول له يا ربي، ويقول خليفتي، خليفة الله في الأرض، خليفة الله مضاف لله عز وجل، ما جاء يقول خليفتكم، خليفة الله، نقول له يا ربي لا وخر من رخصتك احنا نختار خليفتك. منطق ايش هذا؟ حقيقة هذا منطق عجيب يعني. ثالثا اخواني، عاد هذا الأعجب شوية، عاد هذا الأعجب شنو هو؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا بالله خليك وياي، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وبعد ويسفك الدماء. العجيب الله سبحانه وتعالى ما قالهم اعتراضكم غلط، ما قالهم يعني، ما قالهم الإنسان ما يسفك الدماء ما يفسد في الأرض، لا أنتم مشتبهين،
أبدا. طبعا وهذا باحتمال يعني إخواني أنا يعني هذا المجلس يكون نعطيه يعني اهتمام خاص، يكون هذه ما نعبرهن قدر المستطاع ضمن الملاحظات ما نعبرهن. هذا باحتماليا انه هم الملائكه ذول شلون عرفوا ان الانسان يفسد في الارض ويسفك الدماء؟ اكو احتمالين، اكو احتمالين. احتمال الاول انه ماكو غير ادم، بس ادم، الارض فارغه بس ادم بيها، وذول الملائكه يعلمون الغيب، فبقوه علم الغيب والتفطن والذكاء والتنبؤ عرفوا ان ذريه ادم من راح يجون ويترسون القاع سيملؤونها فسادا وقتلا ودماء. احتمال هذا مو صح لو لا؟ طبعا وهو السائد وهو القديم في الكتب، في كتب التفاسير كلهم هالشكل يذكرون يعني شلون عرفوا الملائكه، يقول لك تنبؤ عرفوا. القول الاخر وعليه روايات من اهل البيت عليهم السلام، مو موضوع الان ادخل فيه، فقط اشير لاشاره. الراي الثاني او القول الثاني وعليه روايات تؤيد تدعم من اهل البيت عليهم السلام، شنو هو؟ قالوا اصلا ادم مو وحد كان بالارض، وانما اكو ناس بس همج عندهم مجرد فطره زين، ويتحركون تحرك غرزي من دون تبلور للعقل، احتمال عقل ماكو، نضج عقل ماكو. فجاءت السماء، جاء الله عز وجل اختار ادم، اصطفى ادم منه، يعني ادم أول عبد مصطفى، مو أول من خلقه الله في الأرض. ركزوا يا إخوان ما عندنا وقت، خلي بس العبارة حتى جزاكم الله خير الجزاء. قالوا آدم أول المصطفين وليس أول الخليقة وجودا. لا أكو يا ناس بس بعدهم ما ناضجين ما كاملين ما إلى آخره. خلقكم أطوارا، تمام لو لا؟ القرآن يقول هم زين، ولقد خلقناكم يعني موجودين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم مرحلة ثالثة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مخلوقين انتم موجودين ومصورين، بعدين يلا اصطفينا منكم آدم. ومن القرآن هيك يقول يعني ظاهر الآية يعني يوافق هذا القول، يقول إن الله اصطفى آدم، صح؟ الاصطفاء يكون من مجموعة، إن الله اصطفى آدم، استخلصه، اختاره من بين جماعة، فهو أول الخليقة اصطفاء لا وجودا. فقالوا على القول الثاني، وقلت لك عليه روايات تؤيد هذا، على القول الثاني الملائكة مو تنبأت بالغيب ورجمت بالغيب، لا، شوفون قدامهم المسرحية، واحد يقتل الثاني، فساد في الأرض إلى آخره، بعدين من عندهم يطلع واحد يختار رب العالمين ينفخ فيه من روح الإيمان ويكمل له عقله وإيمانه وفطرته ويدز إلهم خليفة عليهم. أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ زين، طبعا احنا عرب، الفعل هم يعين يأيد، الفعل اللي رب العالمين استخدمه في الآية هو فعل مضارع، صحيح لو لا؟ يفيد الاستمرار، مضارعة الزمن، يعني الزمن الآن يجري. ما قال أتجعلوا فيها من أفسد فيها وسفك الدماء، ماضي. أو أتجعلوا فيها من سيفسد فيها ومن سيسفك الدماء، مستقبل. س أو سوف، السين الاستقبال القريب، سوف استقبال بعيد، مستقبل بعيد. لا هاي ولا هاي، قال أتجعل فيها من يفسد، الآن العملية قائمة. زين، على كل حال مو هذا الغريب، مو هذا موضوعنا، وصلنا له هاي النقطة. الغريب شنو؟ الله عز وجل ما قال للملائكة لا مو صحيح حكيكم، لا قالهم صح حكيكم، يعني سكت عنه أقره، من يسكت عنه يقره. الله عز وجل ما يمر على واحد يحكي له حكايه، شوفوا كل القران سياقات القران، اذا واحد حكى له حكايه او قال شيء معتقد لازم اذا كان باطل لازم يرد القران ولا يصير شبهه. مثلا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، القران قالها يا بلقيس صح وكذلك يفعلون، ايدها. ها فرعون ايش قال؟ انا ربكم الاعلى، ما سكت رب العالمين، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا، بل يداه مبسوطتان، رد عليهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما فوت لهم، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جاي تلاحظون إخواني ولا
ما يفوت له شيء، حتى هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. العام يمكن ما ذكر العام أو قبل العام، يعني دخلت مناظرة من مع شخص محترم من مذهب آخر، شخص محترم جدا حقيقة، فقال شنو الدليل على مشروعية البناء على القبور، وذكرت له الآية مال أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال احنا مو معلوم ذولا حكيهم صح، هو يقول مو معلوم حكيهم صح، عن القرآن نقله. قلت له لا، لو كان حكيهم باطل بناءهم على القبور، هذا الفعل باطل، مستحيل يفوت رب العالمين، لازم يطقهم، لازم يضربهم. والحقيقة ما كل شيء ما سوى. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وكمل أبد ما رد عليهم. شنو هذا السكوت؟ أقر فعلهم، مشروعية فعلهم. شنو هو الفعل؟ بنوع القبور، على قبور الأولياء. المهم ما علينا، فمقصودي كل ما يمر القرآن الكريم إذا واحد يحكي له حكاية غلط يرده. الملائكة قالوا له ذولا يفسدون في الأرض يسفكون الدماء، قرآن هذه القضية تجاوزها ما له علاقة بها. رأسة نقل البحث إلى شخص المعصوم، قال وعلم آدم الأسماء، إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني الفساد والدماء اللي تشوفونه كل أنا محضر لشغلة وحدة، وهي الخليفة الذي أنصبه أنا في الأرض، إذا أطيع هذا الخليفة كل هاي المظاهر تختفي. ملتفت؟ الحل بضربة واحدة، الخليفة المعصوم، بس الخليفة المعصوم. حكي من باب الشيء بالشيء يذكر، معاوية كتب للإمام علي عليه السلام، قال له يا أمير المؤمنين، العفو، قال له يا علي، يا علي، بلغني أنك حملت قعيدة بيتك، قعيدة البيت يعني أم بيتك، يعني الزهرة عليه السلام، حملت قعيدة بيتك على حمار، زين، تجره ويسوقه حسن وحسين، يعني أنت وعائلتك، أنت تجر الحمار، الزهرة فوقها بأبيهم وأمي أجمعين، والحسن والحسين يسوقان الحمار من خلفه. فعلا هو هذا سواء أمير المؤمنين. قال بلغني أنك تفعل كذا وكذا، وتطرق أبواب المهاجرين والأنصار بابا بابا تدعوهم لنصرتك، أما لعمري لو كنت محقا لأجابك الناس، فما أجابك منهم إلا أربعة، ما حد طلع وياك غير أربع نفرات، ولو كنت أنت على الحق لا شا طلعت لك الناس وشا صفقوا لك وشا قالوا لك علي وياك علي، هو عليهم سبحان الله وصاحب العلم علي وياك علي، شا قالوا لك يعني الكثرة عمرها ما كانت مقياس لا على الحق ولا على الباطل. قد واحد محق وراء ناس كثير، قد واحد مبطل وراء ناس كثير، أبدا زين أبدا، قد يكون على حق وناس قليلة وياه، على حق ويا ناس كثيرة، مو قياس أبدا زين. بل بالعكس، في الأعم الأغلب، القاعدة الثابتة تقريبا الماشية، أن الأكثرية مو زينة زين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لا سمعوا لا عقل هيك زين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثرهم للحق كارهون، وهكذا هاي الأكثرية. الأكثرية عادة سمت المعروف يعني سنة جارية، الأكثرية محل ذم زين. فلا تعول كثيرا، هوسولي وطلعولي، الله وكيلك الناس، ترى لا يمك، أنا حكيتها وأعيدها، هاي الحكاية مهمة جدا، لأن بعض الناس يغتر مسكين يشوف تخفق النعال خلفه. الإمام الصادق يقول عليه السلام زين، يقول هذا اللي تخفق النعال خلفه، يعني كناية عن ناس كثرت وراء وصفقوا له، وانت انت ترى لا تغتر بروحك كثيرا، الله وكيلك، أكثر الأعم الأغلب من ذولا وراك لا يدرون بيك ولا يعرفونك ولا أنت المقصود، هي مجرد استعراضات، كل واحد استعرض روحه زين. أبو كشخة مثلا الفاتحة مثلا فواتحنا زين، أبو سيارة يستعرضها بالفاتحة شوفوني، أبو قاط يستعرضها بالفاتحة، اللي محتاج لرقم من واحد أقعد يمه بالفاتحة وأطلبه أطلب رقمه، اللي يحب يوصل أنه أنا مهوال وهوس بالفاتحة
زين أبو سبحة زينة غالية بالفاتحة، أبو محبس زين بالفاتحة. عمي تمامي وأنا غلطان؟ ها؟ إحنا لا يم الله عز وجل موتنا روح وهذه آية من آيات الله وانتقل للعالم الآخرة، وين مالحكي؟ لو كنا صادقين كل واحد يلزم له ركن ياخذ له جزء من القرآن يقرأ ثواب الميت ويقعد يعزي هذا صاحب المصاب، عمي مأجور، الله يدفع عنك البلاء، الله يصبرك، الله يعطيك الأجر. مو لو لا أخوان، هاي سنة الله عز وجل، هذا اللي راد الإسلام إذا مجتمع مسلم حقيقة. زين وعمي لا تطبخ، النبي ما يقبل تطبخ، أنت وعائلتك طبخكم ثلاثة أيام علينا، إحنا جيرانك، إحنا أقربائك، إحنا أصدقائك، ماكو هذا الحكي. كل واحد قاعد يقول عبالك قناص، سهم كبير وين حطوه؟ يمن حج فلان، يم سيد فلان، فلان شرب شاي، أكل ما أدري كذا، خذ قهوة، ما هذا الله وكيلك. فلكلور شعبي إيش؟ ونسى أصلاً، ونسى. بعض الناس يتخذ هاي المناسبات الفجائع استئناساً، يستأنس ليستعرض قوته، جماعة الويا مصورينه ما أدري كذا، يعني كل واحد يعني. فلا تتونس هواي إنه يصفقون لي وراي وربعه وهيك، لا والله، والله مو يمك أصلاً، بدل نظرتك واستوعب الحياة عدل، مو يمك هاي الوادم. زين يتسلقون بك إلى مآربهم، لا تصير زوج بتعبير العراقيين، اشتري رب العالمين وخلي رجليك بالقاع، تواضع. هاي باختصار. المهم فقال له لو كنت محقا، معاوية قال للإمام علي لو كنت محقا لأجابك الناس. ايش قال له أمير المؤمنين؟ عاد تورط ويا الإمام علي. قال له أمير المؤمنين: أما بعد يا أحمق، هاي أول حكاية، يا أحمق، أما علمت أن مثلي فيكم كمثل الكعبة؟ لو ترك الناس الطواف حولها كفر الناس ولم يضر الكعبة شيء. أنا خليفة الله، أنا نصب ابن رب العالمين، جيت هلا بكم، ما جيت زايد من عندي أصيح وراكم تعالوا، تفضل، من أنتم مطالبين تتبعوني؟ مو أنا مطالب أركض وراكم تعالوا لي. أنا أقامني رسول الله في غدير خم 128 ألف صحابي وشال إيدي النبي وقال من كنت مولاه فهذا علي، ف تفريع يعني بلا فصل زمني، بس تخلص ولاية النبي تبدو ولايتي، من كنت ف علي مولاه، ما تردون لي بكيفكم براحتكم. فالمهم إخواني إحنا شاهدنا وين؟ وعلم آدم الأسماء كلها. زين الله عز وجل يقول من أول أنا عندي علاج الفساد، منظومة الفساد وسفك الدماء، حلها الجذري واحد، أن هذه الناس ترجع إلى الخلافة الربانية الإلهية. هسه الوجدان خير دليل إخواني، الواقع، الواقع خير دليل. منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمة الإسلامية بمختلف صنوفها بمذاهبها المتشعبة محل احترام الجميع، لكن ما هو حالهم؟ من سوء إلى أسوأ، ربما أسوأ الأمم، أسوأ الشعوب. زين التطرف، التشرذم، التحزب، القتل، سفك الدماء إلى آخره. ليش؟ لأنه من اللحظة الأولى خلافة الله ما ردناها، حطينا خلافتنا. زين طبعا، وحتى هسه واحد يشكل عليه يقول زين انتو ما نكرتوا الخلافة الإلهية، انتو احنا امامنا غاب سلام الله عليه وباقي الأئمة عليهم السلام، ما برر للشيعة، لا لا، حالنا هم أسوأ بغياب امامنا، حالنا سيء جدا، يعني ما اقول احنا احسن من غيرنا، لا، هم تشرذم، تخندق، قتل، سفك، كلهن موجودات، لكن احنا عارفين الشغلة، وهاي انا لله وانا اليه راجعون، نعرف الشغلة، الحل هنا يم الخلافة الإلهية، هذا فرقنا عن غيرنا. بس زين مقصودي لو أسلموها عليا، استشهد بقول الزهراء عليه السلام حتى انتقل من هذا المحور، لو أسلموها عليا، الزهراء تقول عليه السلام لو أسلموها عليا لسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، فيا حسرة لكم وأنا بكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
شو نسوي؟ زين هنا أخوانا هذا يقودنا إلى مبحث جدا مهم، ربما الليلة يعني نأخذ قسطا منه حقيقة. الموضوع موضوع الأخلاق، يعني شوفوا الآية ايش قالت؟ قالت أنا ما أعول على الناس في صلاح الأمر، أعول على الحجة المعصوم في الأرض. هذا يأخذنا إلى موضوع، هل أن الأخلاق بشرية المنشأ يو إلهية الإفاضة؟ الله عز وجل هو اللي أطل الناس الأخلاق، قابلية أن يصبحوا على أخلاق، يتقبلون الأخلاق، يفتهمون الأخلاق، يو الشغلة بشرية محضا بحت، اكتساب من المجتمع. خلينا نشوف أقوى النظريات في منشأ الأخلاق ثلاثة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول نظرية قالت منشأ الأخلاق العاطفة. يا عاطفة بالضبط؟ قالوا عاطفة اجتياز الذات إلى الغير. يعني شو تقصدون بهذا الكلام؟ قالوا الأخلاق هي هذه التي يكون فيها الإنسان قد تجاوز ذاته وعبر إلى الآخر لينفعه. زين، ينسى نفسه، يعوف نفسه ويقضي حاجة الآخر. يقولوا هذا الحس، هذا حس العاطفة قد يتصاعد عند بعض الناس، يتنامى إلى درجة قد يحب الغير الخير لغيره أكثر مما يحبه لنفسه. القرآن هم أشار لهذا، هاي حقيقة موجودة. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو؟ خصاصة. لكن احنا نقول هذا منين اجى؟ يقولون عاطفة، محض عاطفة. زين، بس عاطفة، عاطفة تجتاز بها الذات إلى الغير تعبر، هذا الفعل الأخلاقي. طبعا هذا مو صحيح، مو تام، يفسر جانب وما يفسر جوانب كثيرة. أولا لا أقل اثنين، حاول يعني ألتزم بالوقت، لا أقل اثنين. أولا مو صحيح. أولا لأنه مو كل فعل، مو كل فعل يتجاوز به الإنسان ذاته ويلقي به إلى الغير، هذا الإحسان ينطي للغير نحسبه أخلاقي. لا، لازم نشترط فيه شرط الحرية الذاتية، الاختيار الذاتي. بمعنى لو كان الإنسان ينفع الغير مدفوعا، هل هذا الفعل أخلاقي؟ لا، ليس أخلاقيا. خذ مثال الأم تسهر لينام وليدها، تتعب ليرتاح وليدها، تجوع ليشبع وليدها، مو لولا؟ زين، تجاوزت ذاتها ونفعت الآخر وذابت في نفعه، هذا فعل الأم أخلاقي؟ قالوا لا. فلاسفة الأخلاق قالوا لا، مو فعل أخلاقي. عجيب، الأم قال إيه مو فعل أخلاقي. كيف؟ قالوا مو اختيار ذاتي، هذا الدفع غرزي، كل أم تفعل هذا. صح؟ كل أم تفعل. والدليل، شوف العقل الفلسفي، والدليل قالوا الدليل شوفوا هاي الأم هل تفعل مع صغار الغير؟ لا، تفعل هذا الخير بنفس المستوى مع صغار الغير، أولاد غيرها؟ لا. إذن مو فعل أخلاقي هذا، هذا فعل غرزي مدفوع. نعم أحسنت للآخرين، تجاوزت ذاتها، بس هذا مو فعل أخلاقي. عجيب. إشكال الثاني، منو قالكم أن الأخلاق تنحصر في تجاوز الذات؟ أحيانا بعض الأفعال تتمحور حول الذات وهي قمة الأخلاق. مثل إيش؟ مثل إباء الضيم. إباء الضيم، مثل ما قال الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة، يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ما بإحسان للغير، يقول أنا نفسي أنا أبا الضيم. هذا جزء من موقف الحسين، هو إباء الضيم، ما أقبل الذلة على نفسي. زين، وإن كان هذا الفعل يتمحور حول الذات، الذات تأبى الضيم، ما بي للآخر، يقدم للذات، ولكنه قمة الأخلاق هنا. صحيح لو لا؟ قمة الأخلاق مع أنه فعل ذاتي. زين، أمير المؤمنين عليه السلام من قطعوا عليهم الماي جماعة معاوية، قال لجماعته، قال لهم إن القوم قد استطعموكم الموت
فإن أقررتم على الذلة، إذا أقررتم على الذلة كيفكم، وإلا اسمعوا وإلا فرووا السيوف من دمائهم تروا من الماء، وإن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. يعني يقول الموت الحقيقي تعيش مقهور مذلول، ماخذين حقوقك، سالبين حقوقك، ناهبينها، ماكليك من الفج للفج، لا عندك احترام، لا عندك هوية، لا عندك كذا، لا عندك حقوق، شنو حياتك بعد؟ يقول موتك في هكذا أمر هي الحياة الحقيقية، والعكس صحيح، موتك حياة إن كنت عزيزا قد مت، إن كنت مت عزيزا هذه هي الحياة الحقيقية. هذا إباء الضيم إخواني. المهم على كل حال أرجئ الكلام، هذا موضوع يعني مهم جدا، هل الأخلاق بشرية أم دينية؟ إن شاء الله عز وجل باكر نكمل هذا الموضوع. إباء الضيم أيها الأحباب، خلونا في إباء الضيم، نعم الفعل الأخلاقي. شوفوا الآن الحسين عليه السلام مسيرة كربلاء وكيف فيها من المعاني الأخلاقية الجميلة الساحرة، واقعا تأسر القلوب. والله فعل أم البنين شون تجاوز للذات والأولاد كله في سبيل الإمام عليه السلام، في سبيل الحسين عليه السلام. شوفوا شلون تربي أولادها. أكو قصيدة يعني ما أدري، أنا من زمان ما قاريها، من سنين أخذتها من شاعرها، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. أكو رواية عندنا في بطون الكتب أنه الحسين عليه السلام، خلي قلبك وياي بعد، كان الحسين قاعد وزينب باقي بني هاشم، عائلة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين موجود، وأم البنين والعباس 3 سنين عمره. زين، يقول فطلب الحسين ماء، معلمتهم أم البنين إذا شيء يطلب الحسن أو الحسين أو زينب هم يكونون خدم سمع والطاعة. يقول فراح يركض الأمة العباس بهالعمر 3 سنين، راح يركض قالها الحسين يريد ماي، أخلي الشاعر يسولف. الله، يقول بحر يا محب وياي، بحر يا محب وياي، واخذ من القمر نظرة يوم من الأيام المرتضى الكرار قاعد شانا بالحضرة. جاي تشوف، يقول يم الحسن يم حسين ويمهم يمهم زينب الكبرى، 3 سنين ذاك اليوم عباس القمار عمره، لحظة وأبو اليمة طلب شربة ماي، إيه والعباس واقف ينتظر أمره، يركض راح صوب أم العفيفة يصيح يما الما يريد المهجة الزهرة. يقول تلقت العفيفة بشوك، حضنتها حضنتها بدمعها وتبعتها بأثرة، ترست للجدايح خلى على راسه على راسه، وحيدر من بعيد لها الوضع يبرى، قام الماي تلطلط على ثيابه، قام الماي قام الماي يتبدى على ثيابه، وشافت بلل الدشداشة الخضرة، جاب الماي لابو اليمة، جاب الماي يقول عاف الماي شربه، وقام
أخذ عباس خيل ضغم الصدر. وين يذكرك هذا المشهد؟ الله، ذاك اليوم من شبقه وقال لأخويا خليني بمكان وعوفني. لا لا لا، يوم العباس محترم ننتظره. سعد أكرام لأم البنين قريته المشهد الموقف. هتشم ربيتهم، يقول الشاعر من طلع الحسين وقفت أم البنين تودع وتودع بقية النساء والرجال إلى أن وصلت إلى أولادها ودعتهم ونظرت أوصتهم بالحسين خيرا، ثم نظرت إلى أكبرهم إلى قبر العشيرة صاحت يا عباس يا صاحب الراية. ها يما قولي يا عباس يا صاحب الراية يا وليد يا البيك الكفاية يا يما بس ظلت حجاية. اشتردين قالت لا لا تطيح من زينب عباية. يا عباس يا عباس، أثرت بالسيد هاشمي غيور وكلكم غيارة. قالت لا يا عباس، أدري والله صعب، يا صاحب الراية يا وليدي البيك الكفاية يا يمه بس ظلت حجاية لا تطيح من زينب عباية. قالها عد عيناتش يمه، شلون طيح جفوف وما طيح عباية زينب. خطوات الشاعر يقول وإذا بي تصيح وراء تقول له يا عباس يا عباس يا وليد يا وفاي سقيتك يا يم دموع عيناي أنا ريد الوفا منك طلبتها قبل حسين لا تشرب يا يم الماء. الله أكبر، شلون وصايا هاي؟ قالها عد عيناك ما أشرب، أي والله ما أشرب، ذب الماء وفعلا ما شرب. قالت ثالثة، قالت يا عباس يا ابن الدنيا مقضية وبس راع الوفا لينجاب طارية أنا ريد أفتخر بيك وتفتخر بي. شو تريد هالمرة؟ قالت لدون أحسي أنا ريد الهامة مدمية. يا الله، يقول ودعوها ومشوا وصار قلبها بكربلة إلى أن جا بشر بن حذلم قصد بشر بن حذلم للمدينة قام يصيح ويهل دمع عينه يقول يا هل يثرب غدت منكم العين عليكم وطن يثرب بعد يحرم يقول طلعت كلها ليثرب من الدور ايه والله تصيح بصوت يا الراتب على الكور على الكور على الكور صوتك صار يشبه نفخة الصور اي والله خذ منا العقول خذ منا القلوب ولا عقل تم لفت ام البنين اسمع اسمع لفت ام البنين تصيح بالهون 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 يا بن حذلم رجنت بصوتك الكون أنا إلي غياب عدهم سفر عدهم الغياب الغياب عدهم يا المزمل وضعون ومن صوتك رجف قلبه وتشأم
يقول صح صاحت برفيع صوتها يا ابن حذلم قطعت قلوبنا أخبرنا عن الحسين. يقول فتحيرت لما سمعت كلامها إذ أني أصيح قتل الحسين، فما بال هذه المرأة تصيح أخبرنا عن الحسين. فسألت من معي قلت له من هذه، بربك قال هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوته. يقول لما سمعت الحكي هاي أم البنين قلت لها عظم الله أجرك بجعفر وعون، بجعفر وعون تقل الكل فدى الحسين يرحون، أو عبد الله غدا وياهم فرد كون، تقول الفخر حاينة المختار. قلت لها انشت العباس اش تقولين، التوت وتقول قل بقرة العين، والله بتش ودق على راسه وصاح محرم. هذا الصيحة لازم خاصة وحسينا، ايوه ما وين زينب وباقي النساء، قلت لها خارج جاوبتها العقيلة وأخاه وعباس. يا سوى الخوات ان كان ما راضي يقول عاد زين عليه السلام قالت تقولي العباس أبو الغيرة يما وكل شيء يوقف، وكلها عاطفة ورقة وتسمع ابنها بيض الوجه يخبروني راب وتصبح براس. هذا افتخرة ام البنين. يقول قالت لا حلال يا البيضت وجه عند ابو وليم نذكر طفلة يقول زيانة يا البيضت وجه عند ابو اليم انا حق من اباه وبيك اتسمى يا وليدي. ابيات الدعاء وعدنا حوائج وريد نذكر طفلة. يقول زيانة الله يرحم سيد جاسم قال زيانة بلطيف
غيب من لفات ها ايه البره البره اخر اي والله زينب لطيبة من لفتها عقب السبي ومصرع اخوات اي والله عقب السبي ومصرع اخوتها اي والله واهل المدينة استقبلات استقبلتها ومعباس قبل الكل جتها شبقت عليها وقبلت يا الله شبقت عليها وقبلتها وقعدت وياها وناشدتها شدها يقول ناشدتها يا زينب رقية ما شفتها يقول ما شفتها يا أخاف ويا البنات وما عرفتها يقول لن زينب بعبره جاوبتها بالشامات يا يما عفت حسين يا حسين الدهر غدار واخوايان واخوايان عظام بالوداع انحلم أنا وأخواي.